There's another group of the two-year-old fillies. إذن نصل إلى الفئة الأخيرة في أول أيام بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية الأصيلة. الفئة الأخيرة هي المهرات بعمر السنتين القسم جيم. كل التوفيق للمشاركين في هذه الفئة ولنستمتع سويا بهذا العرض الجماعي للمهرات بعمر السنتين القسم جيم. So it's a group show for fillies 2 years old section C. إذن من هنا من شاطئ الظفرة نحتفل اليوم بانطلاق النسخة الثالثة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية. من هنا من شاطئ الظفرة التي تحتل
مكانة خاصة واحتلت مكانة خاصة في قلب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه. وكل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعم سموه ومتابعته لهذه البطولة، وذلك استكمالا لجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه في دعم الخيل العربية الأصيلة، حيث تشهد البطولة دعما لا محدود سمو الشيخ للملاك والمربي من أصحاب المرابط الخاصة عبر إقامة البطولة والجوائز التحفيزية المصاحبة لها، التي أتت لترضي تطلعات الملاك والمربين ومشاركة الأعداد الكبيرة. هذه السنة أيضا 575 جوادا من أجود السلالات تؤكد النجاح المتواصل للبطولة. إذن نتشارك جميعا محبة الجواد العربي الأصيل الذي يسلب العقول والقلوب، تحديدا اليوم المتعة البصرية مكتملة في شواطئ الظفرة الجميلة، وأيضا بوجود الجواد العربي الأصيل بكامل الجهوزية والاستعداد للمنافسة، فنرى ونشاهد جمال الجواد العربي مكتملا. كل التوفيق للمشاركين في هذه الفئة، وفعلا لنا بغرام الجواد العربي الأصيل لا ينتهي، غرامي بالخيل حب قديم فهي عندي شوق وروح وراح. إذن ينتهي العرض الجماعي، وبلا شك بانتظار بدء وانطلاق العرض الفردي الآن. كل التوفيق العرض الفردي لهذه الفئة في عمر السنتين قسم G. And now it's an individual presentation for each filly's 2 years old section C. We'll be right back.
Thank you so much, collector number 123. I would now like to welcome in the arena the next contender. It is last of today, the two-year-old fillies, section C. In the meantime, we are heading now to the results of the first contender in this class. إذن نتيجة المهرق 122 أريام السديم للأب محارب الخزنة، الأم الأريام غناضة، المالك أحمد المزروعي، الهوية العربية 18.5 مرتين، 18 ثلاث مرات 18، الرأس والعنق 18.5 مرتين، 17.5 18.5 مرتين، 18 مرتين، الجسم 17.5 ثلاث مرات 18 ثلاث مرات 17.5، القوائم 15 15.5 15 15 16 15.5 مرتين، الحركة 19 ثلاث مرات 18.5 19 ثلاث مرات، مجموع النقاط لأريام سديم 88.80. أريك Yeah, Sarah, Gaelic number 122, the first one in this class, Aryam Al-Sadim, signed by Muharrab Al-Khazna, out of Aryam Khanda, Hodiont by Ahmed Hamid Mazrui, and Aryam Al-Sadim scores 88.80. Next, please. Thank you.
إذن نتيجة المهرار رقم 123 ALR رنوى الأب ALR الرشيد والأم إيكو ستارتي المالك آمنة الرشيد الهوية العربية 19 مرتين 19.5 19.5 19 مرتين الرأس والعنق 19.5 19 19.5 4 مرات 19 الجسم 18 مرتين 18.5 مرتين 18 3 مرات القوائم 15.5 4 مرات 16 15.5 مرتين الحركة 18 18.5 مرتين 19 18.5 19 مرتين 18.5 مجموعة النقاط ال الرنوة 90.8 Results for ELR Ranwa signed by ELR Rashid out of Echoes Astarte, Bradley Bredenons by Anna Hamed Rashid, and ELR Ranwa scores 90.80. إذن نتيجة المهرة رقم 125 شواهين بي اتش ام الأب ياس بي اتش ام الأم اي في بيرفل راين المالك سلطان المنصوري الهوية العربية 19.5 مرتين 19 19.5 مرتين 19 مرتين الرأس والعنق 19.5 19 3 مرات 19.5 19 مرتين الجسم 18 مرتين 17.5 18 17.5 18 مرتين القوائم 15.5 16 15.5 3 مرات 16 الحركة 19.5 مرتين 19 مرتين 19.5 مرتين 19 مجموع النقاط لشواهين بي اتش ام 91.20 very good المركز الاول حتى الان results for the 125 شواهين بي اتش ام signed by Yas BHM out of AV Purple Rain brilliant by Sultan Almanzouri and Shmain BHM scores 91.20 so far in the lead
إذن نتيجة المهرة رقم 126 دي شريشة للأب إكسكاليبر دي أي والأم دي شيرين المالك زايد المزروعي. الهوية العربية 18.5-19 ثلاث مرات 19.5-19-18.5 الرأس والعنق 19 مرتين 18.5-19 ثلاث مرات 18.5 الجسم 18-17.5 ثلاث مرات 18-17.5 مرتين القوائم 15.5-16-15-16-15.5-15 الحركة 19.5-19.5-19.5-19 مرتين مجموعة النقاط لدي شريشة 90.10 Results for 126 دي شريشة signed by Excalibria out of the Shireen, Bullion by Yazid Al-Mazroui, and D. Shreja scores 90.10. إذن نتيجة المهرة رقم 127 جي أس رغد. الهوية العربية 18.5-19.5-18.5 مرتين 18.5-19 الرأس والعنق 18.5-19.18.5-18.5 مرتين 19 الجسم 17.5-18.18.18.17.5 القوائم 15.5 من جميع الحكام الحركة 19.5 أربع مرات 19 ثلاث مرات مجموع النقاط لجي اس الرغد 90.20 Results for Kalimu 127 جي اس رغد سايد by Sawan Zubair out of Leila Gufa Redenounts by Zut Sherki Kabi جي اس رغد scores 90.20 Next failure and good luck.
إذن نتيجة المهرج 128 جي أس كوين للأب تجاري والأم دي هندسة المالك جواهر بيضائي. الهوية العربية 19 من جميع الحكام. الرأس والعنق 19 19.5 18.5 19 أربع مرات. الجسم 17.5 من جميع الحكام. القوائم 15 أربع مرات 15.5 15 15.5. الحركة 19.5 أربع مرات 19 3 مرات. مجموعة النقاط لجي أس جي أس كوين 89.90. Results for Kalima 128 to GS Queen, signed by Dijari out of the Handasa Odeons by Jawahar Obedi. GS Queen scores 89.90. Thank you, handler. Next, please. Okay, here we go. Good luck. إذن نتيجة المهر رقم 129 أصايل العباد للأب شهوان الهواجر والأم زيونة الهواجر المالك عبد الرحمن العبدودي. الهوية العربية 19.5 6 مرات 19. الرأس والعنق 19.5 مرتين 19 مرتين 19.5 مرتين 19. الجسم 18 مرتين 18.5 18.5 18 مرتين. القوائم 15.5 6 مرات 16. الحركة 19 6 مرات 18.5. مجموعة النقاط لأصايل العبادلة. يا سلام، المركز الأول حتى الآن بنتيجة 91.40. برافو. Results for Kalima 129 أصايل العبادلة سيد باي شوان الواجر ونوفا مزيونات الواجر قولي بردون باي الرحمن العبدولي. Asiel Alabatla scores 91.40. Thank you, handler. Next, please.
إذن نتيجة المهرة رقم 131 ANA مهاري الأب نشم الهواجر الأم ANA أميرة المالك عبد الرحمن العبدولي. الهوية العربية 19.5 أربع مرات 20 19.5 مرتين الرأس والعنق 19.5 مرتين 19.5 20 19.5 مرتين الجسم 18 مرتين 18.5 18 أربع مرات القوائم 15.5 15.5 أربع مرات الحركة 19.5 أربع مرات 20 19.5 مرتين مجموعة النقاط في ANA مهاري 91.90 يا سلام المركز الأول والصدارة الجديدة تذهب لي ANA مهاري درجة 91.90 Results for getting number 131 Anna Mahari is signed by Najmi Alawajer out of Anamira Rognions by Abdul Rahman Alabduli and Anna Mahari scores with a 24 tie, a 24 head and neck and a 24 movement, 91.90 so far in the lead in this class, 91.90 Anna Mahari. XFLN, good luck. Thank you, Handler. إذن نتيجة المهرة رقم 130 في دبليو ديما الأب أي جي كفو والأم دي نمار المالك معالي الكعبي. الهوية العربية 19.5 من جميع الحكام الرأس والعنق 19.5 أيضا من جميع الحكام الجسم 18 مرتين 18.5 18 أربع مرات القوائم 15.5 مرتين 16 15.5 أربع مرات الحركة 19.5 ثلاث مرات 19 19.5 19 مرتين مجموعة النقاط بي بي دبليو ديما 91.80 أميزنج المركز الثاني المؤقت
Results for Club Number 130, VW Dima, sired by AG Cafu out of Dinamar, Libret announced by His Excellency Ali Salam Obeid El Kabi, and VW Dima scores 91.80. Thank you, handler. Next, please. إذن نتيجة المهرة رقم 132 غالية السلطان الأب بديع البداير الأم جواهر السلطان المالك سلطان المنصوري الهوية العربية 18.5 مرتين 19 18.5 3 مرات 19 الرأس والعنق 18.5 مرتين 19 18.5 3 مرات 19 الجسم 17.5 من جميع الحكام القوائم 15.5 4 مرات 15 15.5 مرتين الحركة 18.5 19 18.5 19 3 مرات 18.5 مجموعة النقاط لغالية السلطان 89. Results for Galia 132 Galia Al Sultan signed by Badi Al Bidair out of Jawahar Al Sultan returned by Sultan Al Manzouri and Galia Al Sultan scores 89 points. Thank you, handler. And next, Billy, and good luck.
إذن نتيجة المهرة رقم 133 غفران الزبير للأبدي سراج والأم عموية الزبير المالك جميلة الرشيد. الهوية العربية 19 مرتين 19 ونص 19 أربع مرات الرأس والعنق 19 مرتين 19 ونص مرتين 19 ثلاث مرات الجسم 18 مرتين 18 ونص 18 أربع مرات القوائم 15 ونص 15 15 ونص ثلاث مرات 15 16 الحركة 19 أربع مرات 18 ونص 19 18 ونص مجموعة النقاط لغفران الزبير 90.40 فت Results for Kalima 133, Gufran Al-Zubair, signed by Dee Siraj, or the Maria Al-Zubair, only owned by Jamil Ahmed Rashid, and Gufran Al-Zubair scores 90.40. Thank you, Handler. Next, please. Okay. Next is in already. Good luck. إذن نتيجة المهرة رقم 134 جي اس بلانكا للأب كنز البداير والأم دينقا المالك عبد الله البيضائي الهوية العربية 19 مرتين 18 ونص 19 ونص 19 مرتين الرأس والعنق 19 مرتين 18 ونص مرتين 19 18 ونص 19 الجسم 18 17 ونص 4 مرات 18 مرتين القوائم 15 ونص 15 15 ونص 15 15 3 مرات الحركة 19 ونصف مرتين 19 مرتين 19 ونصف 19 مرتين مجموعة النقاط لجي اس بلانكا 90.10 Results for category number 134 جي اس بلانكا signed by Gonzalo Vidayer out of the Naga probably owned by Abdullah Albayray and جي اس بلانكا scores 90.10 إذن نتيجة المهرة رقم 135 إذن نتيجة المهرة رقم 135 اس بي شيخة الهوية العربية 18 ونصف 19 مرتين 18 ونصف 4 مرات الرأس والعنق 18 ونصف مرتين 19 18 ونصف 3 مرات 19 الجسم 18 6 مرات 17 ونصف القوائم 15 15 ونصف 15 15 ونصف مرتين 15 15 ونصف الحركة 19 18 ونصف 19 مرتين 18 ونصف 19 مرتين مجموعة النقاط لأس بي شيخة 89.40 Kalima 135 SB Sheikha, signed by Jassar Al Bidayer out of SS Al Qatar. Ultimate notes by Zib Abel Haza and SB Sheikha scores 89.40. إذن نتيجة المهرة رقم 136 هي SS
الهوية العربية 19 من جميع الحكام، الرأس والعنق 19 مرتين، 18 ونص مرتين، 19 18 ونص 19، الجسم 17 ونص 18، 17 ونص 4 مرات 18، القوائم 15 ونص 15 مرتين، 15 ونص مرتين، 15 15 ونص، الحركة 19 18 ونص 19 18 ونص 19 3 مرات، مجموعة النقاط هي اس اس 89.60. Results for category number 136, Arya SS, signed by Edwana Zubair, out of Mumbai SS. Winning brother owns by Omar Jita Jarwan, and Arya SS scores 89.60. نشكر أعضاء لجنة التحكيم ومسؤول الساحة. نستكمل بقية النتائج ومنهم ما نتائج. This program is offered by كامل. So thank you very much to the last contender in this class, the last contender of today. Thank you very much for dreams. Our judges, we're looking forward to meet again here at 11 o'clock tomorrow morning in Al-Mirfa City. The Al-Dhafra Arabian Horse Championship. Ladies and gentlemen, we're heading now to the results for category number 137. إذن نتيجة المنطقة 137 أو سلطانة الأكس كيوبركان وضم بمسرة المالك الراشد اعتيبة. الهوية العربية 19 من جميع الحكام، الرأس والعنق 19 أيضا من جميع الحكام، الجسم 18 أيضا من جميع الحكام، القوائم 15 15 ونص مرتين 16 مرتين 15 16، الحركة 19 مرتين 18 ونصف 19 4 مرات، مجموعة النقاط MO سلطانة 90.60. Results now for category 137 MO Sultana, sired by SQ Burkan out of the Mazara, probably owned by Rajita OTB Tiba. So MO Sultana scores 90.60. Are we heading now to the results for the last contender in this class? Ready for calendar number 138. In the meantime, we'd like to mention that tomorrow I'd like to welcome you here in Mirfa City at 11 o'clock. We'd like to start with the second day of the championships, the Al-Dhafra Arabian Horse Championship 2023. So 11 o'clock in the UAE local time, you're more than welcome to join us either here in Al-Mirfa City or via the live stream via arabianessence.tv. Take notice that we have the 11 o'clock is the UAE time here in the United Arab Emirates. إذن نصل إلى آخر المهرات المشاركات في هذه الفئة ومن ثم إعلان النتائج. ويكون ختام لأول أيام هذه البطولة، بطولة الضفرة جمال الخيل العربية. ونلتقيكم يوم غد في تمام الساعة 11 صباحا لاستكمال أيام هذه البطولة، ثاني أيام بطولة الضفرة جمال الخيل العربية. إذن نتيجة المهرة رقم 138 مزن البدر الأب اس ام اي ماجيك ون والأم دودلونا، المالك بدر عدنان آل علي. الهوية العربية 18 ونص 19 19 ونص 19 ثلاث مرات 19 ونص، الرأس والعنق 19 أربع مرات 19 ونص 19 مرتين، الجسم 17 ونص 18 6 مرات، القوائم 15 ونص 15 15 ونص 16 15 ونص مرتين 16، الحركة 18 ونص 19 مرتين 18 ونص 19 مرتين 18 ونص، مجموعة النقاط لمزن البدر 90.50. Results for the last contender in this class, category number 138, Mozan Badr, sired by SMA Magic One, out of Gaya Luna, probably Brethrenunds by Badranan Al Ali, and Mozan Al Badr scores 90.50. And it brings us to the prize giving ceremony and the announcement of the top five in this class. We see the top five in this class with a score of 91.9. Congratulations to Anna Mahari, category number 131, on the second place with a score of 91.8. A close finish, BW Dima,
Clinic number 130. On the third place, with a score of 91.4, Asil Al-Abdal, Clinic number 129. On the fourth place, with a score of 91.2, Shaheen BHM, Clinic number 125. And to complete the top five, with a score of 90.8, ELR Ranwa, Clinic number 123. إذن ألف مبروك لصاحبة المركز الأول المهرة رقم 131 ANA مهاري أستاذ عبد الرحمن عبدولي بنتيجة 91.90 ألف مبروك. المركز الثاني للمهرة رقم 130 BW ديما لمعالي الكعبي بنتيجة 91.80 ألف مبروك. المركز الثالث للمهرة رقم 129 أصايل العبادلة أستاذ عبد الرحمن العبدولي بنتيجة 91.40 ألف مبروك. المركز الرابع للمهرة رقم 125 شواهين بي اتش ام بنتيجة 91.20 أستاذ سلطان المنصوري ألف مبروك. المركز الخامس للمهرة رقم 123 ALR رنوة للأستاذة آمنة الرشيد بنتيجة 90.80 ألف مبروك. ويتوج هذه الفئة يتوج هذه الفئة سعادة خليفة عبد الله النعيمي نائب رئيس اللجنة العليا. So crowning the winners, His Highness خليفة عبد الله النعيمي, the Vice Chairman. So crowning the winners, His Excellency خليفة عبد الله النعيمي, Vice Chairman for the tournament. وبهذا تنتهي فعاليات أول أيام بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية. نلتقيكم غدا بإذن الله بنفس التوقيت الساعة 11 صباحا. كل التوفيق للمشاركين يوم غد ونراكم على